وبكلية علوم الإعلام والاتصال جرت للمرة الأولى مناقشة أطروحة دكتوراه ضمن إجراء جديد يقضي بفتح أبواب الجامعات الجزائرية إلى الغاية 10 ليلا. ولمزيد من المعطيات بهذا الخصوص يلتحق بنا مباشرة الزميل مالك درحمون. مالك، هذا الإجراء أو أهمية هذا الإجراء المستجد في قطاع التعليم العالي بخصوص نظام الدوام بالنسبة للطلبة والأساتذة لحد هذا التوقيت؟ نعم أسامة، وذلك من أجل خلق حيوية ونشاط أكثر على مستوى الجامعات على مستوى كل ربوع الوطن. نحن نتواجد في هذه الأثناء على مستوى جامعة الجزائر 3 وبالتحديد في كلية الإعلام والاتصال، أين تتم في هذه الأثناء والساعة تشير إلى 8:00 إلى تتم في هذه اللحظات مناقشة مذكرة تخرج الطالبة نصيرة بدري التي انطلقت منذ حوالي الساعة 7 مساء ولازالت تتواصل إلى هذه الدقيقة، وذلك بحضور رئيس جامعة الجزائر 3 وعميدة كلية الإعلام والاتصال ومجموعة من الأساتذة والطلبة الذين أبوا على الحضور والتأكيد على تواجدهم هنا والمساهمة في هذه العمل. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يحضر إلى جانبي رئيس جامعة الجزائر 3 السيد خالد المسكي. سيدي، إجراء جديد يدخل حيز الخدمة، ماذا يمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في إطار تطبيق التعليمة الوزارية التي تنص على تنشيط الفضاءات الجامعية خلال الفترة المسائية والممتدة من الساعة 6 مساء إلى غاية الساعة 10 ليلا، اليوم نحن بصدد حضور أول مناقشة خلال هذه الفترة المسائية تطبيقا لهذه التعليمة والتي تمت بكلية العلوم بكلية الإعلام والاتصال. وللعلم أن جامعة الجزائر 3 تطبيقا للتعليمة الوزارة الوصية فتحت كل فضاءاتها البيداغوجية والبحثية وفضاءة التكوين خلال هذه الفترة بمركزين أساسيين. المركز الأول هو كلية الإعلام المتواجدين بها، حيث أن كل مراكز البحث و المكتبة المركزية مفتوحة وجلسة المناقشة تتم بشكل سلس وآني، وكذلك بمركز بن عكنون 1 بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، فإن الفضاء مفتوح للطلبة وللباحثين وكل الأنشطة تتم بشكل سلس والمكتبة كذلك مفتوحة. وللعلم كذلك حتى بفضاء داري إبراهيم على مستوى معهد التربية البدنية في هذه الأثناء ونحن متواجدين بكلية الإعلام تتم مناقشة مذكرات ماستر في تطبيقا لنفس التعليمة بمعهد التربية البدنية، والأمور تسير بشكل عاجي وكل الظروف الأمنية متوفرة من حراسة وإضاءة وكاميرات مراقبة وحتى النوادي الإطعام مفتوحة بشكل عادي. إذن هذه أهم التفاصيل التي كانت لدينا أسامة. إذن في هذه اللحظات ما زالت تتواصل مذكرة تخرج الطالبة نصيرة بدري، هذه أهم التفاصيل. العودة إليكم زملائي في الاستوديو المركزي. شكرا لك مالك ولضيفتك الكريم. إذن والتعليمة تم تعميمها على العديد من الجامعات كما تفضل ضيفك الكريم.